أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك سيدي يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما خاب والله من تمسك بكم. أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ومسلوب العمامة ظلم ورد. يا مولاي يا أبا عبد الله. كغزك يفنوح يا محبي. وابكوا عليه فذي الأملاك تبكي. قضى ابن فاطمة الطهر البتول من عم المرايا جميعا من أيادي. قضى قطعت أعشاؤه قطعا أيوا حسنا. قطايا وقد قطعت أعشاؤه قطعا وصار يقذفها بالطاش من فيه. قضى وأظلم وجه الكائنات أساسا. لما أصعد بصوت الحزن ناعيه ولم يزل كاظما للغيظ محتسبا. صبر محمد على الأذى صبرا في حب باريه. لكن عندنا رسالة يا موالي الرد. نوصل هذه الرسالة من مبلغ المرتضى والطهر فاطمة. ايش نبلغهم؟ من مبلغ المرتضى والطهر فاطمة تعار بأن الحسين يبكي دما على الحسن. نوحي على الأولاد يا سهل
واحد من جعودك وواحد من يزيد، واحد دفن عندك واحد عندي جعودك، قبل الحسن عندك وقبل حسين بتولي حتى زهر الليل في دارك عزية. بالدار ناصبها غريب الغادرية، وانت زهرة وانت زهرة بالصفايح مختفية. ليتك يا زهرة اليوم حالة لله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلت وإليه أنيب. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. شخصية مظلومة ما أنصفها التاريخ وما أنصفتها الأمة حتى الإنصاف. ظلمت في حياتها وظلمت في مماتها وما ارتاحت وهي في قبرها. هذه الشخصية العظيمة التي عرفت بكريم أهل البيت، شخصية الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الذي ما زال أحفاد القوم يسعون في هتك حرمته وظلمه. فلما نقف على هذه الشخصية العظيمة في سيرة حياتها، الإمام الحسن تجرع الغصص والأمراض، تجرع الأمواس والسكاكين، تجرع الإمام بأبي السم أكثر من مرة، وما زال إلى يومنا هذا يتجرع السم. سيدي ومولاي، أرعو إليك حرمة لا في حياتك. إذا كان نعش الإمام الحسن وهو محمول 70 سهم، الإمام الحسين يرفعها من جنازة الإمام الحسن. لا عجب ولا غراب بأننا نرى ضريحه وقبره بلا شباك الناس تطوف حول ممنوعين من الزيارة. انظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقف بعد أبيه أمير المؤمنين وقفة. يا أهل الكوفة، يا أهل الكوفة، هيا قوموا لحرب معاوية. لما نرجع إلى ظلامة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ليش؟ لأن جر ظلامة الإمام الحسن لأن في قباله الحاكم والقاضي والمزور. يعني الآن لما ترجع إلى هذه الشخصية معاوية هي التي كانت في قبال الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وقال الإمام لأهل الكوفة: صدق أبي فيكم حينما قال معاوية: ليت معاوية يصارفني فيكم مصارفة الدينار بالدرهم، ياخذ 10 منكم وخلي 1 من أهل الشام أنا قابل. قل أهكذا أنتم؟ اجل حجر ابن عدي يقول لي: يا ابن رسول الله، خذلوك كما خذلوا أبوك من قبلك، لا تترجى من أهل الكوفة خير. ولذلك الإمام يقول لهم: هيا قوموا لنقاتل، قوموا. هذا معاوية إن تسلط عليكم ما رحمكم، إن قام عليكم أثكلكم. قال زين يا أبا محمد، وإذا قاموا وهم قسالى متعايرين على نصرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مو متمالكين هذه النفس، قوموا خلنا نقاتل معاوية. حتى بأنهم خذلوا الإمام خذلانا عظيما، منهم عبيد الله بن العباس، هذا رئيس قوات الإمام الحسن قائد الجيش، دفع عليه معاوية 100,000 درهم
فلما دفعها إليه راح إليه وعلم عن أوراد وجيش وضعف الإمام الحسن، لأن جيش الحسن متفتك، جيش الحسن ماكو عنده صلابة وقوة. ولذلك حتى إن أهل الكوفة كتبوا قالوا إن شئت سلمناك يا معاوية الحسن زين. بهالفترة مولاي الإمام الحسن تجرع السم أكثر من 7 مرات. كان بأبي وأمي يقوم منها سالما، حتى يوم وهو صاعد على فرسه إجا واحد من اللعناء وطعن الإمام بخنجر مسموم حتى وصلت الطعنة إلى فخذ الإمام. بقي الإمام على فراش المرض أكثر من شهر ما يستطيع القيام، حتى تورمت رجلي الإمام. الإمام قال الآن أنا بين خيارين وكلاهما مر علي وكلاهما مصاب في حلقي، إما أن أحارب معاوية وأنا أعلم بأن مصير الحرب هي مصير الفشل لأن أهل الكوفة لا يعتمد عليهم، أو بأنني أصالح معاوية وأحقن بعض دماء المسلمين. فوصل الإمام إلى مسألة السلسل. قال لي يا معاوية إذا أصالحك. ليش الإمام الحسن صالح معاوية؟ لما واحد يقول لك ليش الإمام الحسن صالح معاوية؟ لأن الأمة الإسلامية خذلت الإمام الحسن خذلانا مبين، تركت الإمام الحسن وحيد فريد من 6 أشهر من مسك الخلافة. جو إلي قالوا ليت صالح، قالوا صالحك يا معاوية. قال معاوية أنا أختم لك على ورقة بيضاء بعد سجل التي فيها. قال لي لا، خلي جمع بقية الصحابة، جمعوا بقية كبار الصحابة. قال لي يا معاوية أصالحك على أمور، قال اذكرها. قال الإمام الاثنين دونوها وسجلوها بعد أن يشهدوا عليها. قالوا زين، أولها أن تحكم بكتاب الله وسنة رسوله. قال لي معاوية قبلت. قال فاشهدوا، فلما شهدوا قال الإمام دونوها. ثانيا قال بأن لا تسمي نفسك بأمير المؤمنين لأن تمت كفل هالمقام، هذا المقام فقط لعلي بن أبي طالب، حتى بأن أولاد الأئمة ما سموا نفوسهم بأمير المؤمنين، إنما الأمير هو علي بن أبي طالب. قال قبل، قال اشهدوا، فلما اشهدوا قال الإمام دونوها. قال لي بعاد شنو عندك يا أبا محمد؟ قال أن تدع محمدا وآل محمد وشيعتهم في سلام، بعد ما تتبع بني هاشم وما تتبع الشيعة، لأن أعرفك أنا يا ابن آكلة في الأكباد، أعرف زين وأعرف أمك شنو سوت بعمي الحمزة. أن أبو سفيان شنو قال لعلي بن أبي طالب؟ قال والله يا علي كل أتدعنك أنا وولدي ونفرق شملكم تفريقا. كان بغض لأمير المؤمنين علي. قال لي قبل، قال لي بعد شنو عندك؟ قال لي هذا الصلح يجب ما قبله، بعد لا يجد طالب الثار ولا يجد يقول بأن فلان حارب مع علي الآن جاي يغتصب منه وتضرب الغلا، لا ما لك شغل يا معاوية. قال قبل، قال فاشهدوا، فلما شهدوا قال الإمام دونوها. قال بعد شنو عندك؟ قال أن يكون الأمر من بعدك إليك، بعد ما الله ياخذك لجهنم يكون الامر من بعدك الي، انا اكون الخليفه، وان لم اكن انا على وجه الدنيا فالى اخره. قال معاويه قبلت. قال الامام فاشهدوا، قالوا شهدنا. قال فاشهدوا، قالوا شهدنا. قال فاشهدوا، قالوا شهدنا. قال الامام دونت. ما طولت على الساعة، ما خلت لها على دولتنا 24 ساعة. يوم ثاني صعد على المنبر، قال أتعلمون لما قاتلتكم؟ في واحد قال ولما قاتلتنا؟ قال ما قاتلتكم لكي تصلوا وتصوموا وتزكوا وتحجوا وتعرفوا شعائر الله وأمور دينه وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كل اللي بصلي يصلي، واللي بصوم يصوم، واللي بصوم بعد لا اعمال يا شباب.
ليش قاتلت؟ قال إنما قاتلتكم لكي أتغمر عليكم، والحمد لله الذي بلغني هذا وأنتم له صاغرون كارمون، وإنني منيت الحسن بن علي بوعود، هذا كتاب الحسن، ولست موافيا له بشيء منها، وخلى الكتاب ذا سقال وكلها تحت رجلي. أول مسألة بالله وسنة رسوله. هذا ليش؟ انت لما ترجع مولاي قال لك هذا كاتب الوحي وخال المؤمنين. زين ليش ما يصير محمد بن ابي بكر خال المؤمنين؟ ليش؟ لان وانا علي بن ابي طالب ربيع علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب ما من آية الا ودونها، ما صار كاتب للوحي علي بن ابي طالب الذي جمع القرآن مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. في كل واحد كتب مرة او مرتين وصار كاتب الى الوحي. النبي يقول لي اين معاوية؟ قال له يأكل. قال نادوا عليه. قالوا لي يأكل. قال نادوا عليه. قالوا يأكل. قالوا لا اشبع الله له بطنا. البعض ايش قال؟ قال النبي دعا عليه بهذه الدعوة علشان يزداد قوة ويكون عنده حيوية ونشاط ويكتب الوحي. زين وما كتب الا مرة او مرتين، حتى بأنه كان يأكل. وقل ليه؟ أول ما راح يبني الحرف يا أبا يزيد أتأكل بعيرا فيه؟ هذا مو بعد من رجع إلى المسلمين. شنو ذلك؟ قال لا تلومني يا ابن العاص، هي دعوة أصابتني من محمد. يقول والله يا ابن العاص أكلت حتى كلفت ساي. يقول حمش شل من زود ما أكلها. يقول أكلت حتى كلفت ساي. يقول تعبت وأنا أربع الطعام. ولذلك من مواصفاته وش لما يقول عنه مصبور، وكان كرشه على فخذيه، كرش على فخذيه. زين لا وقلت لك من الشعر بيت بعيد. كانت ليلة الأربعاء وكان الرجال في سمراء والقرص والنار، طلعت من حد الرجل لا يدري شرقها من مغربي، وراح إلى المسجد وصلى بهم صلاة يوم الجمعة. هذا اليوم صلاها بيوم الأربعاء. هذه لو ما داركوها بعد قالوا حسب الرجل بأنه يوم الجمعة. جل ولا وياه ما يخبرون بأنه يوم الجمعة. صلى بهم صلاة يوم الجمعة. قول الإمام قول زين ما صارت هذه المسألة مسألة السنة. هذه بعمود كتب لا يرجع لكتب القوم هي المذكورة فيها. زين أولا ما حكم بكتاب الله ولا سنة نبيه. جل الإمام الحسن قل لي يا ابن رسول الله معاوية فعل ما فعل فينا. قال الإمام الآن جيتون بعد أن أخذتم تقطعوني بألسنتكم. الإمام بن محمد بن الحنفي والله كانت العبرة في قلب أخي الحسن عندما جاء المحمد قال السلام عليك وذل المؤمنين. قل قطع قلب الحسن لهالكلمة. والآن جايين تشتكون أما قلت لكم بأن معاوية ليس أهلا لها؟ قالوا لكم قال نحن من أهل بيتنا. قلت لا ننقض عهودنا وصلحنا. هذا الحال اليوم مثل صلح النبي في صلح الحديبية مع كفار. وسمى نفسه بأمير المؤمنين، من أمير المؤمنين معاوية إلى ملك الروم. أول رسالة كتبها ليش من أمير المؤمنين معاوية إلى ملك الروم؟ لأن رسلها إليه إلى ويش؟ ياخذ السم من عنده لكي يسم به الإمام الحسن. ضيق الخلاف على بني هاشم وأخذ يتتبع الشيعة في كل مكان ويقتلهم. لما قام حجر بن عدي قال لي زياد بن أبي معاوية قال لي يا هذا يا من لا يعرف لك أبا أتتكلم عن علي وهو الذي قامت له هذه الأراضي؟ قال من أنت وأخوك في قبال علي؟ قال طلعوني الكوفة. قال معاوية جيبوا يا حجر. قال لي بلى
قال تبرأ من علي، يعني أبي طالب قال حاشا والله ما تبرأت من علي ولو كان السيف صعب. قال إذا سب علي بن أبي طالب، قال ما كنت يوما من السبابين والشاكين. قال لو إلعن علي بن أبي طالب، قال اللعنة مقدور عليها، القرآن لعن أو لعن رسول لعن. فصعد على المنبر فلعن معاوية وزياد بن أبيه، قالوا لي تقتل يا حجر، قال أقتل، قال لكن عندي طلب. شنو تريد؟ شنو طلب؟ قال قال هذا ابني همام أو همام، اذبحوه قبلي. غريب امرأة، أحد يتمنى يشوف ابنه مذبوح أمامه؟ قال ولماذا؟ قال إن فعلتم أخطأتم. وجابوا ابنه وذبحوه كما تذبح النعجة من الوغيد، وهو يقول متبسما الحمد لله رب العالمين. يا حجر، يقتل ابنك أمامك وتقول الحمد لله رب العالمين؟ ما أقصى قلبك شرد عليه؟ قال لي بلى، لقد مات على نعمة. قال وأي نعمة؟ قال كنت أخشى أن يرى حرارة السيف على عنقي فيخاف ويتبرأ من علي ويموت على معصية. ويا الحال المعصية، قال لو هكذا يا حي؟ قال بلى، هو أول من سن سنة المثل. قالوا لي تقتل يا حجر، شنو رد عليهم؟ قال مرحبا بالموت في حبي حجر. وقتلوه. أرضت عائشة قالت لي يا معاوية لما قتلته وأنت تعلم عن هذا الرجل حجر بن عدي بأنه أفضل الناس وأزكاهم وأشدهم إيمانا وورعا ويقينا، ليش قتلته؟ وجل الإمام الحسن ويا أخوه الحسين يقول لي لقد قتل معاوية. يقول الإمام لا حول ولا قوة إلا بالله، طأت رأسه ويبكي على حجر، يبكي على حجر بن عدي. وبعد كل من دخل عليه قال لي أنا شاهدتك تقاتل، قال لي أنا شاهدتك تقاتل مع علي بن أبي طالب. قال لي نعم قاتلت مع علي. قال خذوه واقتلوه. كل من قاتل مع علي بن أبي طالب قتله معاوية. حتى يوم من الأيام دخل واحد قال لي أنا رأيتك. قال بلى، لقد ذقت مرارة سيفي يا معاوية عندما كنت أقاتل مع أمير المؤمنين علي. قال وتقولها بعين وقحة؟ قال ولو خرج علي من قبره وقاتلك والله لأقاتلن مع علي ضدك يا معاوية. قال لي إذا تقتل كان يسوي اللي تريده. قال خذوه فاقتلوه. كان واحد من كبار قومه هنا قال لي معاوية عندك وقف، إن السيوف التي ذقت مرارتها منا في صفين ما زالت في مقابض أيدينا. شنو قال؟ قال لا أسمح، أنا اللي أمزح معاه أشمر معاه، أعطوه 10,000 خلوه ينصروه. هذا الحال، هذا الحال، هذا الحال. قال لك تغشمر معاه تذبح الرجال، تقول تغشمر معاه تقتل الرجل، تقول تذبح معاه. وغير ما سوى معاوية لما ضيق الخناق على بني هاشم، ضيق عليهم كلهم إلا واحد ما قدر عليه معاوية، عقيل بن أبي طالب. قال لهم سووا اللي تريدون إلا عقيل. قل لي ابن العاص ولماذا؟ قل لي ابن العاص أما أكلنا وشربنا مع بعضنا؟ قال لي انت تعرف عقيل الملف كل عند باكي يصعد الى الناس وطلع ملف قبل بعد لا ام لك ولا ابوك، لا ام لك ولا ابوك. ولذلك دخل يوم من الايام امام الحسن على معاوية وقل لي ابن العاص، قل لي ابن العاص اتدعي حسن بانك انت وابوك شر البرية، لأنكم أفضل منا نحن بني العاص وبني أمية، وتتكلمون عن حسب ونسب. قال للإمام يا ابن العاص
أما علمت بأن اجتمع على أمك عشرة من قريش في حيضها ليلة واحدة فأخذك ألأمهم حسبا وأدناهم نسبا من لا يعرف له أما ولا أبا؟ تحكي عن علي بن أبي طالب ما سجد لسنة من قط ودخل الإسلام صبيا وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله. وأنت يا معاوية لما كان أبي حاملا لراية النبي صلى الله عليه وآله كنت أنت حامل لراية الشرك والبغاء، وأتيت تقول لنا العزى ولا عزى لهم، وقال لك جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لنا الله ولا رب لكم، حتى إن كان أبوك على ظهر ناقته وكنت أنت سائقها وأخوك قائدها، فقال اللهم العن الراكب والقائد والسائق، لعنكم النبي أنت وأبوك وأخوك. أنسيت يا معاوية ماذا فعلت أمك آكلة الأكباد بأسد الله ورسوله؟ أنسيت يا معاوية بأنك أنت وأبوك تربصتم بالنبي في أقل آن لقتله؟ أنسيت يا معاوية بأن أباك كان أشد الناس بغضا إلى جدي وإلى أبي أمير المؤمنين علي؟ من أنت يا معاوية لكي تتكلم عن حسب ونسب وأنا جدي محمد المصطفى وأبي علي المرتضى وأمي؟ تعرف هسه ولا ما تعرف يا معاوية؟ أمي سيدة النساء، أما أنت تبحث عن نسب وعن حسب وعن أصلك يا معاوية إن كان أصل لك. جاء عمي عقيل، روح لعقيل وتكلم بهذا الكلام أمامه. أنسيت يا معاوية غزوة بدر وأحد وخندق؟ أنسيت ما كنت أنت وأبوك؟ أم تريدني أن أذكرك بما كنت في يوم بدر ويوم أحد ويوم الخندق؟ أنسيت يا ابن الطلقاء عندما دخل جدي وأبي أمير المؤمنين علي إلى مكة وليت هاربا على وجهك خائفا من سيف علي وأبي من صعد على كتفا جدي وهدم الأصنام التي كنت تعبدها أنت وقتك يا معاوية؟ وأبي ما سجد لله ونحن موحدون على ملة جدنا إبراهيم الحنيف عندما كان أبوك وأهلك يسجدون للناس والعزى يا معاوية؟ وتتكلم عن حسب ونسب وشرف ومسألة رفعة؟ شنو سوى معاوية؟ وضع يده على فم الإمام، قال صدقت يا ابن رسول الله ولا كلام لي على كلامك. دفر الإمام، هذا هكذا الحال بك يا ابن الحمامة، سل عن حسبك ونسبك، وإن لم تعرفني أنسبتك من أنا؟ أنا جدي محمد المصطفى، من بلغ قاب قوسين أو أدنى، وأبي علي المرتضى الضارب بالسيفين الطاعن والرمحين، وأمي سيدة النساء وسيدة الحب فاطمة الزهراء. هكذا الحال بك يا معاوية، غادر فاجر ناكر. طلع عنا الإمام يقول له في اليوم قال أنا عياني أمر الحسن بن علي، قال لي خذ له حيلة السم، قال لي هذا ما يأثر بي سم، تجرع السم أكثر من مرة ما أثر بي السم، شو نسوي معاه؟ قال إنا في بلادنا طاء سوداء ما لدغت أحد إلا ومات في آن، وما تجرأ أحد سمها إلا وهلك في حين. يا
اللي وإذا جبنا الأفاعي مين راح يسمي الحسن؟ قال جات بنت الحشم. سيدة زينب بتقول لي أبو محمد خويا طلعها من بيته، والله خايفة تفجعني دي، حالها حال عبد الرحمن بن ملكم. الإمام يقول لي أنا قاتلي لا محال، يقول لي عدي بن حاتم حجر بن عدي يقضي عليه مولاي. قال لا يجوز القصاص إلا بعد الجناية، هذه لا يجوز أن يقتصون منها إلا بعد الجناية. قال ابعث لها بمئة ألف ومن الجواهر والحرير والإيبات، وبعدها اكتب لها كتاب إن سمت الحسن ومات بأنك سوف تزوجها من يزيد. قال هذا مقدور عليه. وبعدين كيف نوصل السم؟ قال عندك الأشعث بن قيس أبوها مبغض لعلي بن أبي طالب ولأولاد علي. الأشعث شارك في قتل أمير المؤمنين، وجعد شاركت في قتل الحسن، هي من سمت الإمام. ومحمد بن الأشعث من الذين قتلوا الإمام أبي عبد الله الحسين. شوف هالشجرة هذه شلون حالها. جاءوا للأشعث وأخبروا، قال ما عليكم جعد عندي. أعطوها 100,000، لما أعطوها 100,000 ملابس حرير وديباج بيته وجبهه. يقول يا الأشعث سوف تكونين زوجة الخليفة من بعد الحسن. انتظرت بأبي وأمي إلى أن جاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه في يوم شديد الحرارة، قائم حر. كان بأبي وأمي صاغية، شنو سوت اللعينة؟ خلطت العسل باللبن، والعسل واللبن سريع المفعول في الأبدان، بسرعة ينتشر، خصوص العسل ينتشر في البدن بسرعة، واللبن ينتشر أيضا بالبدن بسرعة. خلطت العسل باللبن وخلت قليل من ذلك السوء، الشربة تقتل إليه 10 أشخاص، 10 تقتلهم تلك الشربة. والصائم أول ما تنحو نفسه عند الإخطاء الحر الشديد إلى شيء يورد على خاطره، جلب مقدمة إليه الشربة، فلما شربها الإمام وإذا به قد ألقى العناق من يده، يلتفت لها يقول لها قتلتيني، الله يرزيك ويجازيك، والله ما معاوية بوعفن بك في ماهن، لعنك الله يا لعينة. شنو سوت الإمام؟ خلت الإمام بالدار لحالة، وطلعت كل ما أراد الإمام أن يقف على رجليه يقف على وجهه، لأنه يشعر بالأمواس تقطعه من سره إلى فيه. وقام الإمام متوكع على الحائط حتى وصل إلى دار عظيمة، دار الحسين. طرق بالباب، من بالباب؟ قال أنا أخوك الحسن. يقول ما كان معتاد إن الحسن يدخل على الإمام الحسين في هذا الوقت. قام الحسين مسرع، ما فتح الباب وإذا بالإمام الحسن قد ألقى بنفسه عليه. يقول يا عزيز فاطمة ما بك؟ قال أخي حسين لقد سمتني اللعينة. فأدخله الإمام إلى داره، وبقي الإمام على فراش المرض 40 يوم، يمد يمينا ويقبض شمالا حتى تغير بدنه ألوانه. ومثل هذا اليوم كان يغمى على التارة ويفيق تارة أخرى. فلما أفاق من غشوته صاح أخي حسين علي بالطش. فلما أتي إليه بذلك الطش تقيا، وإذا هي قطع من أحشائه. أنا منادي وحسنا، ارفع صوتك مولاي، ارفع صوتك حبيبي. أنا منادي ومصيبته. فأخذ الإمام يهن أنينا، سمعت ولينا، واقبلت زينب تنادي.
يلف عليه بالشافع بل يجذب الون خفي صدات لن الشوف تشتم من تلمذر وشافت قطع جبد الحزن متقطع بسان قامت وهي فوق الوجه والراس تلطم جبدك يا خويا مقطع وتخفي علي ما قلت لك يا وارد علم النبوه اقطع ولا تواصل عقيلتها المروه اياك تاقل زاد جحدها العدوه خفنا ومنها ما سلمنا ولينا يا زينب انا شربت السام يا اختي عده امراه ولا شفت منها الحراره عشر معشار كل ما شربت الماء يا اختي اليربنا سنين التفتت زينب الى الحسين ابو علي قوم شوف الحسن وعايب حالته يا اخي قوم شوف ابو محمد يا حسين لا تخبر ترى بسافر عضيدك وجني اشوف بهالمرض رايح من ايدك وقدر البكر والنوح بعد ما يفيدك بطل الونة وقال علينا يدير بالعين ومن هالمراض ما ظنتي يا ابو علي جبدي تراي تفطرت من حر سموم دمي اخويا وشوف اخوك مسافر اليوم بعدك وبعد اهل الخرج ما شوف صبته قام الشهيد وعبرت بخده جريره الحسن تتحاذر على وجنات واطفال حوله تقول له زينب اخي ابا محمد لا ابقى الله لك عين عسى همك بي لا اخي لماذا تبكي يقلها يا زينب ما شفت ولدي بعشر سنين ما عرست عن خاطري واحد ولا اثنين لكن قبل لا اموت بوصي على حسين على حسين يعرس بنيني يا بنت فارس الفرسان يبلغك في عرس جسام تنشر له الزينة يا خويا وننشر علام ونفرح ونزين يا خويا بذيك الايام قالها البسيط ثوب المصايب يم الاحزان يلتفت الى الامام الحسين مناديا يا حسين خويا يا شوفي يا مدلل الزهر الزيتيه بوصيك يا ابن امي بوصيك يا من نزلت Come on.
صلى وإذا بالإمام قد مد يديه ورجليه فصاح في أمان الله ونادى في دعاة الله الله خليفتي عليكم وأطبق وغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة أنا مناد وإماما أنا مناد وسيدا رحم الله من نادى وحسنا صح منادي ومصيبة شفن العلويات الجيوب وقام الإمام الحسين ورفع ذلك البذل الطاهر ومده على المغتسل يقول محمد بن الحنفي يقول من حضر هناك يقول أبو الفضل قد غسل أخي الحسين أخي بن حسن بدموع عينه كان وحده دب الظهر على أخي الحسن حتى وضعه على نعشه شيع موالين فصاح الإمام الحسين بأيتام الحسن هلموا ودعنا الحسن الوداع الأخير فتساقطنا اليتامى على منادينا وعدتا منادينا وحسنا الإمام أخذ يتفقد ما شاف زينب معه ما شاف العقيلة جت تودع عندها صاح ارفعوا نعش المظلوم ارفعوا ذلك النعش اريد صوتك وياي مولاي لا تبخل بصوتك علي هذا الحسن هذا عزيز السهرة فلما رفعت جنازة الإمام الحسن صحن العلويات صيحة واحدة في أمان الله صحن صيحة واحدة في دعاة الله فلما مشت الجنازة وإذا بواحدة تنادي ريبوا بجنازة المسموم قفوا لي بجنازة المظلوم التفتوا وإذا زينب حامل عمامة الحسن بيد منادية وأخا ولا شال الجنازة شال الجنازة والوديع الصيح يا حسين بجنازة المسموم ريض يا ضي العين ريض يا بوسة ابن عرش حلو الجهالة نشرو على تابوت لمشكر يا زهرة من الكبور جاء
جابوا الحسن شيال. تعدي ام حسين شحال يا زينة بالسم جابنا مقطعات تبجي عليه. يا في مرضانا يا في جرحانا كأسرانا كنت مرضانا جماعة الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بإذن الكريم بارك لهم اللهم في أرزاقهم وأولادهم وأعمالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله اجب المضطرين يا الله. اللهم يا سيدي من دعوناك لأجلهم شافهم بشفائك وداويهم بدوائك. اللهم البسهم ثوب الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. جماعة الحاضرين والمؤسسين فضهم فردا فردا ومن يلوم بهم يا كريم بارك لهم اللهم في أرزاقهم وأولادهم يا رب العالمين. وإلى من كان موتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي جميعا ثواب الفاتحة قبلها صلوات.